نادي الترسانة واحد من أوائل النوادي الرياضية في مصر، اتأسس سنة 1921 وبدأ نشاطه في كرة القدم في نفس الموسم. حصل على أول بطولة في تاريخه وكانت كاس مصر سنة 23، يعني بعد سنتين بس، عشان يكون تاني نادي يفوز بالكاس بعد الزمالك. اشترك الترسانة في الدوري الممتاز مع انطلاق البطولة نفسها سنة 48، وكان دايماً في قلب المنافسة على المربع الذهبي لحد ما حقق حلمه بإنجاز تاريخي وفاز بأول بطولة دوري في تاريخه موسم 62-63 بقيادة هداف الفريق الأسطورة حسن الشاذلي اللي كل الناس لسه فاكرين. فاز الترسانة بكاس مصر 6 مرات ووصل للنهائي 5 مرات، وارتبط اسمه بالفوز على أندية الزمالك والمصري بنتائج تقيلة 4-1 في نهائي كاس مصر. وفي موسم 53-54 كان أكبر فوز أحرزه الترسانة على الأهلي بنتيجة تقيلة 6-2، وفي موسم 60-61 كرر فوزه على الأهلي 5-1، وفضل الترسانة بعبع الأهلي والزمالك طوال الخمسينيات والستينيات. مرسي انك شرفتينا يا ست وفاء. بس انا الضيفه، انتوا اللي اصحاب المكان بالظبط، انا الضيفه. انتوا نورتوا نادي الترسانه، هو بيتنا الكبير صراحه يعني. انت عندك نفس الاحساس ده يا ست وفاء؟ طبعا. ولا ما بتقوميش لكابتن بيس وانت بتشجع نادي ما بيكسبش ومغلبنا وقاعد تلف من حته لحته؟ لا يعني شويه كده. اتحضروا ازاي في البيت بقى لما كابتن بيس يبقى رايح يشجع كأنه جندي نازل الميدان؟ ينام بدري ويقوم بقى حاجته ينضفها، الحاجات اللي بيعملها دي. وهدومك ازرق فازرق كده زينا احنا لابسين ازرق فازرق كلنا. البيت ازرق فازرق. البيت شبه المدرج ده كده. كده خطوط زرقاء والبيت كله. طب كلمة الدلع، اسمك الدلع اللي هو كابتن بيسو ده، جه منين؟ أنا كنت شغال في محل آيس كريم أوروبي. آيس كريم أوروبي. المنتج بتاعه ألماني فرنساوي هولندي. بس سنة كام ده؟ في التسعينات. فكان بيجي له جروبات اجنبي، جالي جروب ايطالي. الانواع دي سراتشيلا، موكا، نسكافيه، افتر ايت مينت، بقيت اقول لهم اصناف بالتشكيله بتاعته. هم عجبوا لان الاصناف دي موجوده في ايطاليا هناك. ايوه الايس كريم الايطالياني جميل. تمام؟ مره على مره اتعرفوا عليا. ادخلوا من باب المحل، ها بيسو بيسو بيسو، صارت بيسو بقى. هم اللي سموك الايطاليان. لكن انت اسمك الاصلي ايه؟ السيد مصطفى بيومي. السيد مصطفى بيومي الشهير بكابتن بيسو. بيسو طب انت في غير جو الكوره والترسانه وكده بتشتغل ايه يا كابتن بيسو؟ انا اصلا موظف الانتاج الحربي. موظف في الانتاج الحربي، وكنت في المطاعم الصحيه ومحلات الخمس نجوم، شوكولاتات جاتوهات وبعض الفنادق وبعض الانديه. يعني انت اف ام بي، وظيفتك فود اند بيفرج، اكل ومشروبات. اعشقها كده زي نادي الترسانه. بتحبها؟ بتحب شغلتك زي نادي الترسانه؟ قوي قوي قوي.